اسمع اقول فيه باقي 10 دقائق من الجانب هذا الجميل في الابتهاج بدانا يعني زي ما تقول بدانا ننساه قليلا او نتناساه الفرح والابتهاج بمواسم الخير والطاعات هذه من يعني السنن النبويه لما نستقبل شهر رمضان نفرح بهذا الشهر الكريم وهذا الشهر المبارك البعض يستغرب انك تسلم عليه بحراره ومبسوط وش فيك يا اخي رمضان داري انه رمضان بس موسم خير موسم طاعه هلا من السنه حبيب ومن قلبي. يعني كمالات هذا الدين ان المسلم يفرح لمثل هذه المواسم موسم رمضان موسم العيد يوم الجمعه اللي هو العيد الاسبوعي عيد المسلمين الفرح لفرح فرح اخوك فرح قريب فرح اختك فرح اي شخص يعز عليه فرحة نجاح فرحة زواج فرحة قدوم مولود فرحة شهادة كل هذه الأشياء هذه من كمالات هذا الدين ومن السنن أو سنة نبوية وهدي نبوي أن الإنسان يفرح ويبتهج يبتهج بمثل هذه المواسم وبمثل هذه المواقف إحنا تلاحظونها أنا طبعا أولكم بدأت هذه الأمور يعني تتلاشى يعني على الأقل في قلوبنا يعني صار الأمر عادي يعني يأتي رمضان يأتي العيد يتزوج قريب أو صديق يجيه مولود ينجح فلان ينجح ما شاء الله الله يوفقه وكذا مظاهر الابتهاج لما يشوفها صديقك في وجهك وأثرها واضح ترى هذه تنعكس انعكاس إيجابي بشكل غير طبيعي لذلك يعني نحيي هذا الهدي من جديد نفرح لمواسم الطاعة مواسم الخير الأوقات اللي الإنسان يكون فيها سعيد وينشرح صدره موسم الحج ومثل هذه الثلاثة الذين خلفوا شيء. كعب اسمه كعب بن مالك ها؟ كعب مالك كعب بن مالك لما دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي جاء بشره؟ هو كان على سطح بيته يصلي يا سلام قال والله لا انساها لطلحه يقول بشره ويقول طلحه يبغى يوصل له البشاره هو يجري ما وصل اليه قال له ابشر فطبعا كعب رمى عليه البرده بردته اللي كان يلبسها فقال والله لا انساها لطلحه انه هو اللي جاء وبشره ب وعائشه براءته ونزلت من السماء عائشه امنا ام المؤمنين رضي الله عنها في حادثه الافك تقول كانت امراه لا اعرفها جالسه معي وتبكي ما اعرفها هذه المراه تقول والله لا انساها لها تواسيني بالبكاء جالسه معي وتواسيني بالبكاء الشيء يذكر يوم تقول استشعار فرحه اذكروا الشيبان عندنا اول يقول والله انه اذا جاء رمضان يعني تحس بين المزارع بين النخيل ان في شيء جاي يقول نشم رائحه رمضان اللي جاينا كان يعني استشعار بعضنا الحين لما بعضنا لما يستقبل رمضان يحط بعض المظاهر في بيته يحط انوار كذا وحركات وانيس يشعر نفسه بالاجواء الرمضانيه في شيء تغير احيانا بعضنا يقعد يضحك عليه وش في ذا غبي مع انه سبحان الله لو تاملت شوي هو فرحان هو سعيد قاعد يعبر عن سعادته بقدوم الشهر الكريم انا سويت هذه ايه حلو كذا باضاءه ونزلت كل كتب الصيام اللي عندي يا سلام تيبات مطويات كتب اي شيء له علاقه برمضان والفرصه ما زالت موجوده والان صارت في ممر امامي ادخل وانا اشوف اللمبات واشوف كذا وبعدين كل شيء اخذ كتاب فهي حلوه تحرك صراحه البيت والاسره ويتفاعلون معها يعني اليوم وديت لحبيبنا عبد الله سلامته والله الفال سلامته والله رحنا المستوصف المستشفى فمن الاشياء اللي شدت انتباهي يعني شفنا ممرضين وممرضات ما مسلمين قاعد يركبون اشياء وفوانيس وكيف يقولوا مدي كويس قلت والله كويس قلت سبحان الله كيف يفرحون بهذا الشهر واتوقع انه ما هم من عملهم اصلا لكن قاعد يفرحون برمضان وكذا ويعني شيء جميل جاء على المسلمين قاعد يركبون فوانيس وكذا وترتيب والله نحن احق والله بهذا الاستشعار يعني والله شوف يعني رمضان انا اشوف انه الانسان مفترض يا اخي يفرح بانه ربنا اداه فرصه زي دي وربنا بلغه ايام زي دي ايام شهر رمضان مفترض هو يكون في فرحه داخليه وفي نفس الوقت يكون في سباق داخلي مع نفسه الان انتهى يوم بالمناسبه يعني مفترض اي واحد الان الفجر جاء اذا اذن الفجر خلاص ده يوم اثنين رمضان حنصوم بكره كده انت ايش سويت يوم واحد
هل خطتك اللي انت حاط، طبعا اللي ما حاط خطه لرمضان في حياته انا اشوف انه دي مشكله. اي انسان لابد يكون عنده خطه، انا رمضان هذا لازم اسوي كذا وانتهي من كذا، والعاده السيئه الفلانيه اقلع عنها، وانا لابد اني ازور فلان اسوي كذا، يعني كذا شيء انسان يكون عنده في رمضان ده يسويه. انت واحد يوم واحد انتهى، بعد كذا شوف الان باقي خمس دقائق، غير نفسك، باقي خمس دقائق ايش اقول يا اخواننا؟ فان شاء الله يا اخواننا ربنا يعيننا على استغلال الباقي. الله يعيننا على طاري الفرحه. ولكن هنا جمعات برمضان، لانه دائما رمضان يعني بعد في جمعات وفي احلى جمعات تجي، واحلى جمعات تجي، هذه احيانا يعني تكون تسرق الوقت، تكون تشغلك عن طاعة، تشغلك عن قراءة قرآن، تشغل يعني بالليل تسهر إلى بعد السحور، وبعدها نومة يا طول العمر ما تقوم إلا العصر، وبعد العصر ما حد يحكي معك ولا حد يقول لك كلمة. فرمضان يعني شهر بركة، شهر عتق من النار، المفروض أنه والله العظيم نستغله. وأنا بهالكلام هذا حاتي نفسي يعني أولا، ونحاتيها يعني الأمة بأكملة، أنه لا تلهينا جمعاتنا عن قراءة قرآن، عن ذكر، عن صلاة، عن دعوة، لأنه شهر كريم. اليوم قال شو اسمه عبد الله، قال حاجة حلوة، قال وش معنى الناس، وش معنى الناس رمضان يجي يتكلم وقال لا تصلي يفطر عليك، يعني كلهم صحيح. أغلب الناس يزعل وصايم ارتبط يا ابن الحلال تراني صايم، يعني تشوف النفس في راس الخشم، ليش معنى يعني مع الصيام يهدي الناس اصلا، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فعليه بالصيام فانه له جن يعني وجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ان ترى الصيام يهدي النفس، المفروض الصيام يربيك مو تجعله شماعه للغضب وكذا. صحيح. يقولون قبل ان تغضب، قبل ان تغضب يعني يقولوا قبل ان تغضب تساءل هل الموقف يستحق. بعض الناس يسوي اذا غضب يكسر جواله، يكسر شيء من اغراض البيت، بعدين ايش يسوي؟ يعني قضيه هل الموقف يستحق العواقب؟ يروح يشتري جوال جديد او ممكن حتى يتسلف ويعاود يصلح الاشياء اللي خربها في البيت. فالغضب يعالج كل شيء بطريقه سيئه، ما يجيب نتيجه ابدا. واسالوا الذين احرقت اوداجهم لو يشوف المراه ما يعجب وجهه. السلام. الان بدنا الفرحه والاستبشار. طيب اقول شباب على طاري الفرحه، اقول كلامه. امس جاتني رساله بوست تصميم حق رمضان كريم، جاتني من فلبيني ما هو مسلم معي في الدوام، فشوفوا اللي بيشرب يشرب على طاري الفرحه، يعني ان غير المسلمين عارفين هذا الشيء اصلا هو فرحه لنا. صحيح. وشيء يعني معناته سمه مميزه لنا احنا كمسلمين، يعني في عملنا، في يعني في شغلنا، في روحتنا، في جيتنا. وسبحان الله وجدت ان الصفه هذه يعني ما ارسل هذا الفلبيني لي على الواتساب الرساله هذه هو ما هو مسلم الا من التعامل، ما بقول انه شوفوني انا اللي ما بعد بعدي، لكن أثر. التعامل معاه في العمل كان غير، صار له اثر، فكان له اثر، والاثر هذا شفته امس انه يرسل لي رمضان كريم بوست وكذا، وهو معنا بالعربي ما يعرف يقرا عربي، فهو عرف ان هذا التصميم عن رمضان فارسله لي. المرة الجاية نبي ممكن انه مسلفك رمضان مبارك. قول يا ياسر ممكن الفلبيني هذا مسلفك فلوس وما لقى طريق. حيدفك ليش فكرني هربت؟ الا ما ترجع يذكرك شكلها صح؟ لا وين؟ شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة.